رجل وقع في كبائر الذنوب وترك الصلاة ثم تاب إلى الله، فهل له توبة؟ وهل يسلم نفسه لإقامة الحد عليه أم لا؟ عليه التوبة إلى الله عز وجل، والله يتوب على من تاب، الكافر والمشرك والعاصي، من تاب تاب الله عليه، فعليه التوبة إلى الله ويستر نفسه ويتوب إلى الله توبة صحيحة ويحافظ على دينه وعلى صلاته وعلى في مستقبل حياته، والله يتوب على من تاب. نعم.